من مراس أرمي النبي بركاته على جميعنا. أنا هو الرجل الذي رأى المزال آتي علي بقضيب غضبي وقادني وسيرني في الظلم لا في النور. والآن رد يده علي النهار كله، أملى لحمي وجلدي وسحق عظامي، أحاط بي ونكس رأسي وأذلني وأجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى منذ القيد. سيج علي حتى لا أخرج، ضعف ربطي وصقل سلسلتي، دعوته فلم يستجب لي، صرفت إليه فلم يصر بصلاتي. سيجا وأغلق مسالكي، صار لي كدب كامن وكأسد في موضع مختاف. صارني وتركني هالكا، أو ترى قوسه وأقامني هدفا ليلقي في سهامه. أدخل في كليتي نبال جعباته، صرت أضحكة لكل شعبي وأغنية لهم النهار كله. جراني الحنضل ورواني من الأفسنتين، هشم بالحصى أسناني وأطعمني الرماد، فبعدت نفسي عن السلام ونسيت الخيرات وبادت أخيرتي ورجائي من الرب. أذكر بؤسي وشقائي والأفسنتين والمرارة التي لم تبر من ذاكرتي. هذا ما تردده نفسي فيا وأشعر به في قلبي. من أجل ذلك أتمسك بمراحم الرب، لأنه لم يتركني عنه، لأن رأفته لا تزول على ممر الشهور.
الأيام كلها من مراحم الرب إننا لم نفنى لأن رأفتك لا تفرق وهي جديدة في كل صباح وعظيمة هي أمانتك نصيبي هو الرب قالت نفسي فلذلك أرجو صالح هو الرب للذين يترجونه طيب للنفس التي تطلبه وتتوقع بسكوت خلاص الرب جيد للرجل أن يحمل النير منذ صباه يجلس وحده ويصمت لأنه قد وضعه عليه يجعل في التراب فمه لعله يجد رجاء يميل خده لمن يلطمه ويشبع تعيرا إلى أن الرب لا يكسيه عنه إلى فإنه ولو وضع يتراءى فكسرة رحمته لأنه لم يرزله من قلبه بل وضع بني أزل تحت قدميه جميع المرتبطين بالأرض أو حرف حق الرب أمام وجه العالي أو طرح الإنسان عندما يحكم عليه أفما يقول الرب من ذا الذي قال فكان